انا صح يا استاذ. يا ابني قطعت خلف امي، حرام عليك، في اقل لسه عايزين نجيبه. يا رجاله لابسه نسوان. معلش يا هندسه، كنت بحلم. ايه الجديد؟ يا شرفات بتتخانقي ولا ايه؟ ايه الجديد؟ غنيت قبل المنبه بعشر دقايق يا شربات. اللي قال الكلام النجس ده عليا انا واخواتي، يودع اهله ويستشهد على روحه ويجي يقف قصاد يا ولاد الكلب. طب ده اللي بيته من ازاز فرضا، يعني ما يحسبش الناس بالطوب وانتوا بيومكم من هوا يا جربانين يا مقيحين يا معفنين. كرمتي القديمه اللي متعصى وساخه انضف من وشوشكم العكره يا رجاله لابسه فرح ونسوان بشناق. قولوها على المفتشر وهاتوا من الاخر. قولوا انكم غيرانين ومنكدين وحاطيني انا واخواتي على دماغتكم وزعقين. جاتكم نيله، ده انتوا حتى كلكم سركم فاضي، وانا عارفه بلاويكم وفضايحكم نفر نفر. انا شربات، شربات سنكم وسنك زيادكم يا ولاد النجله. شربات واخواتها عندك حاجه في الحته وفي حلوان تم. صباح الخير يا شربات. صباح الخير يا اختي، ما تنسيش العيش بتاعنا وانت جايه من عند صباح. حاضر يا اختي. شربات واخواتها اللي بتلسنوا عليهم دول، خيرهم على كل طوبة فيك يا حتة نكرة الجميل. اتفوق حبيبي، عملت وليه مية مية. ادخل. استاذ محمد بكلم شربات على الموبايل ما بتردش. انا كمان بكلمها ما بتردش. طب البنات بدات تقل في ادبها، تعالى بقى حضرتك اشكمهم عشان انا بصراحه مش عارف اتصرف معاهم. طب روح انت دلوقتي. حاضر. الو. ايوه مهجة، انت لسه في البيت؟ بيت ايه يا محمد؟ لا طبعا انا في المدرسه، دي الحصه التانيه ابتدت. شربات، ما ان شاء الله عنها ما ردت، ولا يا رب تكون ماتت حتى. ما تشغلنيش بامور تافهه يا محمد، انا عندي شغل. سلام عليكم. شربات ايه ونيله ايه على الصبح؟ استغفرك يا رب واتوب اليك. اتفضلي. الاستاذ ده بره. مش سيره العكره جت؟ يبقى لازم يطب علينا مفتش فجاه، عشان نهارنا الابيض يسود. لا ما تلحقش، انا لسه كنت سامعاها بتتخانق يا اخويا. اطلع على شقتي، انا رايحه اهو قبل ما مراتك ترجع، واقول لها انك انت كنت عايز تشربني كركريه لوحدي هنا. اهي صاده اهي. صباح الخير. هيجي منين الخير واحنا عايشين في وسط الاوساخ دول؟ طب خدي محمد اخويا قلب عليك الدنيا. ايه يا صناديل، اتاخرت شويه يا اخويا. ايه هتعلقوا لي حبل المشنقه قدام باب المصنع؟ ما انا جايه اهو. الله، تعالي يا بنت لما فطرت. ايه؟ سامع انكم عاملين دوشه. ما هو من زهقنا يا استاذ محمد، كلنا جينا في ميعادنا زي كل يوم، وبنقعد بالساعه والاتنين كل يوم برضك مستنيين الريسه. ريسه على روحها. لا وعلينا، ما هي مدام هي اللي معاها مفاتيح الدواليب اللي فيها الشغل والمشغل كله واقف على ميعاد تشريفها، تبقى ريسه وريسه الريسه كمان. لو مخنوقه قوي يا بدريه روحي، وبلاها شغل النهارده وبلاها يوميه خالص. كمان؟ كمان يا استاذ محمد؟ يعني هي تتاخر واحنا يتخصم لنا؟ ومين قال لك ان الشربات مش هيتخصم لها على التاخير؟ ما هي لو كان بيتخصم لها ما كانتش جت كل يوم متاخره يا استاذ محمد. مش المفروض ان يوميتها دي هي اللي معيشاها هي وجوز المقاطيع اخواتها؟ ولا يكونش رزقها الاساسي جاي من اراضي العزبه اللي ورثها عن مامي وبابي؟ واقفه بجيب الفول، لقيت البت داليا بت مندار بتلسن بكلام اوحش من خلقتها العكر. واقفه مع البت السمينه دي اللي اسمها ميرفت، بتقول باسامي تانية بس انا عارفه انها بتتكلم عني انا وحمدي وصفوت. زغرت لها حته زغره، قالت لي يا اختي والله انا سمعت، الله اعلم. سمعتي؟ سمعتي من مين يا بنت امك؟ استغفر الله العظيم، انا ما اخونش سر اللي ائتمني، ومش استغفر الله العظيم لما استفتح يومي على سير الخلايق بالكذب والزور جت هنيله في صباحها.
صباح الخير يا بسمة. صباح الفل يا صفا. مبدر يعني النهارده خير؟ عندي مقابله. ايه، كليب ولا اعلان؟ والله مش عارف، كلميني قولي لي تعالى واديني رايح. امسك ادي ليه يطلع فيلم النبي شرباطه. شوفي الخايب، الاعلانات بيدفعوا احسن من بتوع السيما الف مره. اشرب. سلام. 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 صب الشاي. وانا هقوم البس عشان اخوكي زمانه هيحط صبعي في فيشه الكهرباء. هو حمدي ما قالكيش صحيح؟ إيه؟ لا يا محنو ما قاليش صحي، قال لك انت. سيبيه محمود، خلي جتته ترتاح، ده نايمه بقالوش ساعتين. انا قلقت الساعه 5، اتصلت بيه كان لسه في الشارع. يا اختي انا مش فاهمه انت بتحبي النطع ده في ايه؟ طب انا مجبوره عليه من دمي ولحمي، دمه بيجري في عروقي. انت ليه؟ حق مرايه الحب مدخششه. الله يرحمك عاميه. امسك يا عم، الكلام ده مكعب قوي. هيحبوا ازاي الكلام ده؟ يا صاصا. يا صاصا اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه يا ابني، انت جيت من الحلوان اللي هنا في تاكسي ولا ايه؟ لا طبعا، بس المترو عطل في التحرير فخفت استنى بقى واتاخر. خدت تاكسي من التحرير لهنا. قشطه. لسه بدري ولا ايه؟ هو بينادي على واحد كل شويه. محمود نبيل. ايوه تعال اتفضل. ربنا يستر. خلودي ايه الاخبار؟ ازيك يا نردين، اخبارك ايه؟ مين خلودي ده بقى؟ في حد تاني واقف معانا انا مش شايفه ولا ايه؟ ايه يا عم انت، انا اسمي الفني بقى خالد صفوت. هو انت يعني اسمك صاصه؟ يا راجل ايوه معلم، بس انا اسمي اساسا صالح. صالح صاصه ده دلع، ده ليهم علاقه ببعض، انما خالد دلع صفوت منين ان شاء الله؟ عادي يعني يا صاصه، ما كل النجوم عندهم اسامي شهر. انا عندي اسم شهر. لا والله؟ يعني انت اساسا ما اسمكيش نردين؟ لا والله. امال انت اسمك الحقيقي ايه بقى؟ الامانه يعني. لا ما فيش حد غريب، قول يعني. قولي قولي. زهريه. زهريه؟ يا حرام، لا صفوة ترحم بصراحه. غير هزار. زهريه، طب ما كنت تسمي نفسك فازه احسن. لا حلو بصراحه حلو. طب ممكن اخدك احطك في البلكونه؟ اه ده احلى، ده احلى. خالد صفوة. ايوه خالد. خالد معاك يا صور. يا بتضحك على ايه؟ دم وشربات الواد. اعمل ايه صباح؟ بس ممكن اصطبح تاني على فكره. شفاطي يا صاصي. عادي يعني طول عمري. بقول لك ايه، انا راكن هنا قدام شويه، تعال نكروز، واحنا بنكروز كده نتعامل. معاك ورق؟ عيب عليك طبعا. كده يا واد ده المربى يا غزه. كل علينا بالنهار يا قمر. عايزه 2 كيلو كوسه. بتاعت الاهليه. هيبقى لنا النسوان يا طماطم. هي دي شربات اللي بيقولوا عليها؟ يا اختي شكلها قويه وقادره. اموت واعرف كيف قدروا يرموا من الطلاق على العسل ده. اصلها ما بتخلفش. حلو بيتنا حد كمان ما عندنا هنا. طب اسكت يا سماحه، حط لسانها. حد بيقول حاجه؟ مش عايزه ادوات منزليه يا حبيبي؟ لا بقى، احنا بعد كده نبقى نيجي بعد صلاه الظهر على ما البرنسيسه تشرف. بيوتنا وعيالنا اولى بينا كام ساعه دول. اهي البرنسيسه شرفت، يلا تلموا كده على جنب يا جواري. ومالك كده يعني هبيتي زي الاضل المستعجل؟ لما تبقي ناوي تتاخري ابقى قولي لنا قبل شربات. قبلت مين يا اسماعيل؟ لا علمتك الالف ولا الباء يا اخويا، ده انت عمرك ما دخلت مدارس. هتخصم لك على التأخير ده يا شربات، معطلة المشغل والمفاتيح كلها معاكي. عناية يا أستاذ محمد يا صناديل، عناية. لا، وعارفة إن فساتين العرض لازم تتسلم النهاردة. أصلي قلبها على الشغل قوي. ما أخرنيش إلا الشديد القوي يا أختي، كنت بفتح قرن واحدة قالت كلام ما عجبنيش عليا. طب يلا نسمي ونبدأ الشغل، النهار قرب يخلص. بسم الله. حنان لو هتفضلي تتلكع انا همشي واسيبك، عشان جوزي بيزهق بسرعه ولو خرجت له متاخره هيهزقني. طيب يا شاهي، لو تقولي لي بس يا حبيبتي مستعجله على ايه؟ يا بنتي ده احنا ما بقالناش نص ساعه عاملين لاند. لو عايزه تطمني عليه وتشوفيه استنيه براحتك وروحي في عربيه الشركه. ايه ده ايه ده؟ هو ده مين ده بقى يا ست شاهي اللي انا هستناه؟ كابتن حاتم، انت اصلك لسه مستجد. كلنا تلكعنا نفس التلكعه دي اول ما شفناه واشتغلنا معاه. الله يسلمك يا حبيبتي. شكرا. لو عايزه تتجوزي وتلحقي تجيبي لك عيل او اتنين يبقى فكك من حاتم، عشان حاتم اصلا مش بتاع جواز، حاتم بتاع عط وهلس وطنطته بس. الحمد لله على السلامه يا بنات. الله يسلمك يا كابتن حاتم. كابتن حاتم. ايوه سامي. كابتن ايوب تعب فجاه ونقلوه المستشفى، الزهده انفجرت.
المفروض ان هو اللي طالع سينا كمان ساعه. انساني يا سامي. بس حضرتك فاهم ان الرحله يا سامي انا عمري برفض رحلات المفاجاه دي الا لو عندي سبب يمنعني بجد. صراحه لا، عشان كده جيت اقول لك قبل ما تمشي. شوف حد غيري، مش هينفع المره دي. سلام يا سامي. بقالك مستنياني كتير؟ خوفتني. الحمد لله على السلامة يا رشا. الحمد لله على سلامتك انت. محلوية قوي. شكرا. طيب شو؟ انت رح تيجي معي صح؟ ايوه هاجي معاكي. مالك مرعوبة قوي كده ليه؟ حتى لو مش معاكي ده بيتك وابوكي واخواتك، وهتشوفي هيفرحوا قد ايه لما يشوفوكي لما تفاجئيهم النهارده. والله عن جد كتير رح يفرحوا الحقيقة. يا رشا حد يشوفك وما يفرحش؟ يلا. مع السلامة يا فندم، في حفظ الله. طالعة لمين؟ طالعة استرزق يا عم الحاج. ببيع أدوات منزلية وغيارات حريمي. ممنوع. ليه بس؟ طب خد دي للحاج. يا ستي روحي شوفي رزقك في عمارة تانية. ما تبقاش منقطعين الأرزاق يا حاج. استغفر الله العظيم، ما تحملينيش ذنبك يا بنتي. طب طلعني ولو بعت هجيب لك حسنتك. سكان العمارة مانعين. محرجين عليا ما يطلعش ولا بياع فوق. انت عايزه تاذيني ولا ايه؟ لا مش عايز. طب ما تشاور لي على الشقق اللي مانعين وما خبطش عليه. كل الشقق. وبعدين عماره زي دي سكانها هيبصوا للهيل بتوعك دول، ده خدامينهم ما يرضوش يشتروها منك. توكلي على الله، الله لا يسيئك. شوفي اكل عيشك في حته تانيه. بالسلامة يا بنتي، بالسلامة. نالو. أنا لسه صح حالاً. يا دوب بس دخلت كده حطيت دماغي تحت المية الساعة. مش كنت تيجي أبص تلاقي في لي ظهري؟ وانا كنت بتمرقع يا بسمه، ما انا كنت بتنال بشتغل. يو على امي النكد، استباحتك على الصبح. طيب ماشي ماشي، يلا يلا روح ربي عيالك، روح ربي عيالك. يلا سلام سلام سلام. بت تسد النفس، اعوذ بالله. ترجع تقول لك بتحشش على غير الريق ليه يا حمدي؟ ما هو من نكد امك. استغفر الله العظيم. آه يا ماما. لا وصلت كله تمام. الله يسلمك حبيبتي. لقيني مع حاتم في السيارة. أمي بتسلم عليك. بوسي يالي. ببوسك. لا هو استناني بالمطار ورايحين أنا وياه لحالنا. ما حدش إجا لأنه حابب حاتم يعملها مفاجأة للعيلة، مفاجأة سارة. مع أنه أنا طبعا متأكدة أن المفاجأة لا رح تكون سارة ولا إشي. ماشي يا ماما. لا طبعا مش حزعل حاتم. اوكي يلا باي. بحكي معاكي. باي باي ماما. ايه فجأة سارة. عبد ابو السعد مخاطرها محمد. مخاطرها؟ أنا ما خصمتش النص يوم اللي استأذنت فيه عشان كنت عيانة بجد. ما بتتصلبطيش زي ناس. شكرا يا أستاذ محمد. شربات أحمد شحاتة. شربات مخصوم لك ساعتين تأخير عن كل يوم في الأسبوع. يا لهوي كل يوم؟ حرام عليك وحسبي الله ونعم الوكيل. ارتحتوا؟ هبتوا؟ مالك يا أختي بتهري وتنكتي كده ليه يا بدرية؟ عايزاهم يعملوا إيه؟ يكرشوني من المصنع؟ ما خصموا يا أختي الجلد والسقط. وهري وانكت منك ليه يا أبلة شربات؟ أبلة؟ ليه يا أختي خلفك ولا خلفك؟ الصراحة بقى من ناحية إنك تخلفيني فأنت لا تعرفي تخلفيني ولا تخلفي غيري. بدرية
ايوه كده. بس على الله حد يعرف من زمايلك ان انا شلت الخصم؟ لا هطلع اقول لهم دلوقتي حالا، اصلا انا ناقصه نبر، والبت بدريه المهريه قال بتعيرني بالخلفه. بس انت عجبتيني لما ما ردتيش عليها، اصلها طول عمرها شايلاكي فوق راسها وزعقه. ولا يعني انا اللي هقولك ان كلهم نسوان وبنات غيرانين منك؟ يغيروا من اللي شبههم، ده انا ستهم وتجرسوا وست الكل. طب قوم يا موكوس روح لسيادك. شربات، مفيش مروح النهارده غير لما شغل البرودري بتاع عرض الازياء يخلص. قول يا ملين. شربات. الله ايه؟ ورحمه ابوكي وامك لا تتشكلي مع بدريه ولا مع غيرها. خلينا اروح الاتيليه وانا مطمن. سيب ابويا وامي في حالهم، انا ما حلفتش. متشكرين. دي صومعتي الخاصة، نقلت كل حياتي فيها لما اتطلقت ورجعت الفيلا. بس انا لما اتطلقت قلت مستحيل اعيش مع ابوكي في بيت واحد. مع اساس انت هلا مش عايش معه في بيت واحد؟ تصدقي بقى ان ممكن اسبوع كامل يفوت من غير ما اشوف ابوكي ولا نسرين اختك ولا تلم جوزها؟ ده هي ناديه بس اللي حبيبه عمها. ناديه بس؟ يعني اول الليسته. انا نفسي الاقي حد في العيله دي مش بكاش وبياع كلام. انا مش بكاش ومش بياع كلام. انت جزمه قديمه، انا لولا بروح عمان كل شويه كان زماني نسيت شكلك. انت مين؟ ما بيفتحوش ليه؟ حضروا حالهم للمفاجاه السعيده. يا هانم نايمين على ودانكم ليه؟ والله كلنا كنا في المطبخ يا كابتن، اتفضل. ايه ده؟ فين الناس؟ حكيم بيه ومدام نسرين واستاذ سيف راحوا شغلهم، وانسه ناديه لسه خارجه. ايه ده؟ حكيم راح شغله النهارده يوم عيد ميلاده؟ اه كل سنه وهو طيب. هو في حفلة بالليل هنا المفروض مش كده؟ اه طبعا، ومدام عواطف معانا في المطبخ وبتشرف على كل حاجة بذات نفسها. عواطف هانم هنا؟ ايوه حضرتك. طب خلي حد يجيب الشنط بتاعت انسة رشا من عربيته ويطلعها الأوضة. حاضر. شكرا. خليتهم يوضبوا الأوضة ويجهزوها لك، قلت لهم إن أنا قررت أبات هنا. بما إنهم بيعتبروني مجنون، محدش فكر إن مفيش سبب منطقي يخليني أبات هنا فجأة. عدت الحمد لله. بس البيت كتير اتغير. كتير كتير. انت اخر مره جيتي امتى؟ مصر من 4 اشهر. اخر مره جيتي بيت ابوكي؟ 7 سنين. يا اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا، ايه النور ده كله؟ اهلا حبيبتي، اهلا. معقوله البت لما دخلت علينا المطبخ وقالت لي ست رشا بره ما صدقتش وداني ابدا، قلت اكيد غلطانه في الاسم يا حبيبتي، ولا يمكن يعني قصدها رشا ثانيه غير رشوشه حبيبتي. تعالي 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 عند عمتك. توفي اوفر قوي، انا قايل لك ان رشا جايه النهارده. اصل الحقيقه بسم الله ما شاء الله عليها كبرنا كده وبقينا عرايس. شو عرايس يا عمتو؟ احكي عوانس. لا 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 لسه عوانس، قدامك 6 اشهر. بعد الشر عليكي، ده انت بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي القمر. مين يا هانم؟ ده الناس بتوع الفندق يا ستي اللي جايين يفرشوا الجنينة. اسم الله، لسه جايين دلوقتي. بقول لك ايه يا حبيبتي، اطلعي بقى خدي الدش بتاعك وانزلي لي عشان توضبي معايا الحفله بتاعت بالليل. توضب حفله ايه يا طفي؟ دي مفاجاه الحفله، انا ورشا هنتغدى بره، عايزه اوريكي حمزه. يا الله نفسي اشوفه كتير. طيب اطلعي غيري وانا راح اغير كمان ونتقابل بره. يلا طفي اشوفك بالليل. بقول لك ايه، ياسين هيفرح قوي قوي ويزقطط لما يعرف انك انت هنا. مين ياسين؟ يا خبر ابيض، ياسين ابني، ابن عمتك يا حبيبتي، دايما يسال عليك ويقول لي ماما اخبار رشا ما انت خالي ايه؟ اصل انا بشتاق لها قوي قوي قوي. إيه ما تنسيش تديني نمرة تليفونك تحت الاردن عشان ابقى نكلمك. إيه انت هتقعدي قد ايه؟ عايزة 5 تجواز حمام محشي و5 مشوي و4 كيلو، ولا أقول لك 5 كيلو كباب وكفتة؟ لا مش وخلاص، وسلطاتك وتحابيشك. عايزك تطور رقبتي قدام ضيوفي. ها
لا مش على البيت، هاتهم لي على القتيلي. اهلا يا استاذ محمد. اهلا مدام نسرين. طلبت الحمام؟ ايوه طلبته. فين بابا؟ في الحمام، بس خلي بالك بقى عشان النهارده جاي بيتخانق مع دبان وشه. يعني ايه جاييني من غير حاجه الديفيليه يا صناديلي؟ يعني انا طالبك عشان اتملى بنور جمال عينيك، ولا عايز اخد صوره معاك واحطها في الموبايل بتاعي؟ ان شاء الله قبل ما سعادتك توصل بكره هيكون الشغل مستنيك. انا طالبها امبارح، ليه تيجي بكره؟ الله، وانتوا كل حاجه عندكم كده لازم تخلص في اخر وقت، بعد كده بيطلع الشغل معيوب ومتلكلك. ما عندكوش طريقه تانية تشتغلوا بيها؟ من كل الله قصروا لي في عمري يوم عيد ميلادي. هو النهارده عيد ميلاد سعادتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. اتفضل بقى تعالى غني معايا وقولي هابي بيرثدي وطفي الشمع. اللي قصر في الشغل يتخصم له. حصل يا سعادة البيه. صناديلي يتخصم له. حصل يا بابا. ججبو. طلبت الحمام للشيخة؟ ايوه طلبته. حظك الاخبر هو اللي جابني النهارده. انا كنت عايز اقعد اريح في البيت عشان عندي عزومه عشاء جاييني فيها اسيادك. كنا قلنا لها انك مش جاي النهارده وانك هتريح، بدام كده كده يعني هتشوفها بالليل. ايوه ابتديت تتكلمي زي الحمار جوزك. انت عارفه الشيخه دي تبقى بنت مين واخت مين؟ دي ما يتقالهاش غير سمعا وطاعه. بعدين اختارتني انا عشان اعمل لها فستان فرح بنتها. يا بهيمه يا مراتي البهيم، شكلكوا كده هتدفنوا اسمي اللي بنيته بدمي، هتهرسوه وتدفنوه في الوحل لما اموت يا بهايم. بعد الشر عليك يا سعاده البيه. ما انتوا بتقصفوا في عمري اهو، شكلكوا عاملين مؤامره عليا بغبائكوا. طلبت الحمام؟ هي بدرية هنا؟ وانتي شايفاها هنا؟ تعالي يا بت، انت عايزاها ليه؟ جوزها مستنيها بر. طب اسمعي يا بت، خدي قولي لجوزها ان بدرية مستنيها هنا، خليه يخش يدخل هنا؟ اه، واندهي بدرية عشان تشوف جوزها هنا. فهمت يا روح امك؟ فهمت. يلا طيري. بدرية بدرية يا بدرية. يا لهوي سيد، ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذة والله، دول قالوا ان بدرية عايزاني هنا. لا يا اخويا هي مش هنا، يمكن بس يفهمونا غلط ولا حاجة. يعني هي بدرية مش هنا؟ لا مفيش غير انا وانت لوحدنا بس يا سيد. اه بجد؟ اول ما يا ستي اللي جابك هنا يا سيد؟ جابوا الشوق يا بدارة. يا لهوي غيتوني. الحقوني يا سيد، جوز بدرية دخل عليا وانا بغير هدومي وقعد يتمحن عليا ويقول لي انا بحبك انت وبكرهها هي، اتمنها كشريه ونكديه وراحتها قبر. طب انا مال؟ طب هو مش طايقها؟ انا ذنبي ايه يا ناس يا هو؟ ما هو اصل النسوان الواديه بتتجوز رجاله او طمنها. ها؟ فوق عليكم ناس نكسه، ولا مني وهي وغلبانه يا عدماء الربايه. استاذ محمد، استاذ محمد، الحمد لله انك رجعت بالسلامه يا استاذ محمد. في يا ترى؟ مصيبه. شربات عملت ايه بدريه؟ انا ما عملتش حاجه، انا اتعمل فيا يا اخويا، ده لولا انها دخلت في الوقت المناسب كان زمانه اخد مني اللي ما بديهوش غير في الحلال. هجم عليا زي الوحش المفترس، ما كنتش عارفه افلفص منه. سيد جوز بدرية ما عرفتيش فلفصة من سيد؟ ده عامل زي البورس. ما هو البورس ساعة الشيطان بيبقى غول، وانا لا ليا لا حول ولا قوة، ده انا وليا. لو النبي بتتمقلس عليا يا استاذ صناديلي. اصلك يا اختي بالك قدامه سنين
عمره ما بصلك بصه وحش. انا ما فيش راجل يا اخويا ما بيبصليش بصه وحش، وانت قادرة يا اخويا. يعني هو ما قررش ينفذ الا النهارده يوم ما اتخانقت مع بدريه مراته؟ بتسالني انا ليه يا استاذ محمد؟ انا مالي، انا الضحيه، المصنع كله شاهد عليا. طب اهدي اهدي بقى يا شربات. هحاول. حذري بقى مين فيهم حمزه. هذا اللابس شورت كاروهات صح؟ صح، شبهي مش كده؟ لا شبهي انا طبعا. حبيبتي رشا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، وحشتيني قوي. كمان اخبارك ايه؟ تمام تمام. وانا ما وحشتكيش؟ ابقى كدابه لو قلت. ازيك يا كابتن؟ هاي يمنى. هاي حاتم، جيتي امتى؟ يا بنات النهارده سهره تطول تقصر، مفيش واحده تروح الا لما تخلص شغل عرض الازياء. وانا اولهم، وهكتب لك كشف باسامين عشان الاوفر تايم، بس كان نفسي نكون اكتر من كده. مش كانت بدريه زهرت معانا الليله دي؟ بدريه هتتنقل بكره فرع المهندسين. يا اختي والله هتوحشني والله. شربات. نعم. انا كمان مش همشي الا لما احمل الفساتين على عربيه عشان يبيتوا في فرع الزمالك. انت تؤمر، وليك عندي الفساتين دي هتبقى ملعلطة قبل العيشة ان شاء الله. احنا بتوعك يا استاذ محمد، يا ناصر المظلومين يا استاذ محمد، يخليك لنا يا استاذ محمد. اشتغلوا يا بنات. ماما انا جبت وهروح. اوكي يا حبيبي، جو وذ ذم بليز. استنى يا معلم، تعالى بوسني. هتوحشني هتوحشني. يلا امشي. حمزه ممكن انا كمان بوسه بليز؟ اي لاف يو. باي زوما. انت عارف ان ابنك طالع نسوانجي زيك؟ كل اصحابه في المدرسه بنات، يقعد يحضن فيهم كده زي ما انت شايف، يتاملهم بامعان. فخور بيه جدا. يا سلام. على فكره مش مصدقتكم انتوا اتنين متطلقين وهيك اصحاب. يا بنتي احنا ما عرفناش نبقى اصحاب غير لما اتطلقت. انت عارفه واحنا متجوزين كنا نخرج ما نلاقيش الكلام نقول لبعض، وبعد ما اتطلقنا زي ما انت شايفه هو عقده لسانه اتفكت فجاه. يا رشا عمك ما نزلوش اوبشن الجواز ده خالص. انا حاولت حقيقي، حاولت ورحمه امي حاولت، بس ما اقدرش اتجوز. اهو عشان تعرفي ان العيب ما كانش فيا. لا انا متاكده. بالعكس، انا لو ما قدرتش ابقى زوج ليمنى ما اقدرش ابقى زوج لاي ست في الدنيا. يا سلام. يعني شو خلاص ما رح تتجوز كمان مره؟ نيفر ايفر. لا لا بجد، هو غير مؤهل ان هو يكون زوج خالص. بوي فريند رائع، صديق يخبل، اب يجنن، ابنه بيعشقه وبيموت فيه مع انه ما بيشوفوش تقريبا. تلاقيه اصلا بيعشقه عشان هيك لهذا السبب، لانه ما بيشوفه. حرام عليكي، انا لما بيجي لي فرصه اشوفه بتاخر. وهي امتى الفرصه دي بتيجي؟ بتيجي كل سنه مره، ده انت طاير 24 ساعه في ال 24 ساعه. اكل عيش. يا حاتم ده انت طاير وانت حتى على الارض، انت شفتي بيسوق ازاي؟ انا جاي معه. انا حر، انا حر، انا بحب ابقى طاير ارضا وجوا، انا اسرع واحد يزهق في الدنيا دي. شفتي بقى انه يستحيل انه يبقى زوج؟ والله العظيم انا خايفه على ابني لا يورث الجينات المهببه بتاعتك دي، ده بيتنطط من ساعه ما يصحى لحد ما بينام. يا جماعه مش احسن ما يطلع بروطه؟ لعلمك العيال الشقيه دي بتطلع اذكى بكتير من العيال الهاديه. ما تقولي لها حاجه بتاعت علم النفس انت. لا هو بعلم النفس تبع الاطفال الموضوع لازم يبقى بالنص شوي، يعني يوم شتا مثلا ما بنفع تقولي له ممنوع تلعب برا لانه بخاف عليك تمرض، وما بنفع برضه تقولي له روح ماما العب برا وبدون جاكيت. وانت كمان يعني لازم شوي تركز وتشتغل على حالك عشان الولد ينفع يعتبرك قدوه بحياته. تحاول تكون اب. حاضر. حاتم انا كتير خايفه. مفيش حاجه تخوف. رد فعلهم من زياره المفاجئه وكمان يوم عيد ميلاده مرعبني. مادام انا معاكي ما تخافيش.
يلا اعمل لك هنا انت وهي، حطهم هناك ولمحهم. جرى ايه يا ناديه؟ مش قلت لك ما تتاخريش عليا؟ ايه يا عمته، يا دوب خلصت المحاضره ورحت الكوافير وجيت. طب يا حبيبتي اطلعي بقى غيري الجزمه العاليه دي وتعالي لي يلا. هما كل دول مش مكفينك؟ عمته ده عيد ميلاد مش افتتاح مهرجان. ايوه يا حبيبتي انا عارفه انه عيد ميلاد، عيد ميلاد حكيمه، عيد ميلاد ابوكي، المعازيم بيقولوا من بلاد بره بالطياره. بالظبط زي ما انت قلتي، بيقولوا هو مش انا. انا يا دوب اطلع ارتاح شويه وتجهز. طيب يا اختي طيب. باين انه جه. ايه ده؟ لسه ما فيش حاجه خلصت والناس على وصول. الدعاوي مكتوب فيها الساعه 11، يعني لسه بدري يا بابا. بلاش بابا دي يا سيدي، بابا ربنا يخليهولك. كل سنه وانت طيب يا حكيمه. اهلا. اهي بنت اللي من صلبي ما قالتليش يا بابا. كل سنه وانت طيب يا روحي. طيب يا عواطف طيب. نونو حبيبي الفستان بتاعك واحد تلبسيه السنه دي في عيد ميلادي. انا فرحت افتكرتك ما لحقتش تخلصه السنه دي. اه. حاضر يا بابي. الناس هتتكلم على ايه وهي مروحه؟ تتكلم عن ذوقك وعن شياكتك يا حبيبي وعن حسن ضيافتك. كل سنه وانت طيب يا عينيا. طيب خلاص خلاص يا عواطف. طب وانا بقى فستان بتاع عيد الميلاد فين؟ انهو من دول؟ لا دول ما ينفعوش حبيبي، وسطهم ما يخشوش في دراعك. اقصى عليك، دايما كسر بخاطري كده. وانا اللي واقفه من صباحات ربنا على كعب رجلي عشان اوضب لك كل حاجه، وعيد ميلادك ما يبقاش فيه غلطه واحده. خلاص انا حاب اديك فلوس، بعدين انا بختار زبايني، مش اي حد يلبس شغلي. انت بتاخدي الفساتين تبيعيها لاي خدامه عشان تدفع لك اكتر. انت ظالمني ورحمه ابويا وامي، انت ظالمني. خلاص وانت مروحه هبقى حاسبك يا عواطف. يعني ايه بقى؟ يعني برضه هلبس الفستان اللي لبسته السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها؟ معقوله كده؟ هبقى اجيب لك فستانين من فساتين البنات افتحهم على بعض والبسهولك. حكيمه جبت لك البنت بتاعت التايم مساج. اه لافلي، كم كم وذ مي اب ستيرز. برافو برافو، انا عايز شويه مساج حلو كده عشان ابقى ريلاكس واعرف اضايف الناس. نسرين خدي الفستان الجراي من جوزك. بس انا قلت لك ان انا عايزه البس الفستان الاحمر. وانا قلت هتلبسي الفستان الجراي. ليه هتلبس الفستان الاحمر لمين؟ الفستان الاحمر بفكر مع ردوش النهارده. انا هديك هدوء لبنت الشيخه بفرح. مفاجأة. تعال يا مفاجأة. مين؟ رشروشة. تعال يا حبيبتي، تعال في حضن عمتك. يا مين رشروشة؟ أختي. الفستان الأحمر هتلبسه رشا.